السلام عليكم صديقتي، مرحبا بكم في قناة ام عبد الرحمن لتعليم الكروشيه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وقت، ان شاء الله الفيديو في احسن حال. بداية الاسبوع موفقة ان شاء الله، بما ان شاء الله غنكمل معكم جزء من الاجزاء ديال التبصيل اللي مغلف بالكروشيه والسينتا. كنت خليته معكم هنايا، كنت قلت لكم دوروا هاد الدائرة كاملة بهاد الاعمدة اللي كتشوفوا هما. فانا بقاو لي غير هادو ان شاء الله، ونبداو بطريقه اخرى. غادي نكمل هذه ونبدا معكم ان شاء الله. انتما كما كتشوفوا انا بديت كنجوز هاد السلسلات يعني نفس العمليه اللي عملناها هنايا غادي نعاودوها هنا. فهي هكذا كيجي الشكل ديال يعني شويه كتكمش، لان من بعد ملي غادي نركبوها في التبصيل وغادي تكمل، فتما غادي باش غادي نجبتوها ما غيبقاش الشكل ديالها هكذا. فدابا غنعملوا هاد المدينه بهاد السلسله وندوروا الدائره كامله. انا كنعمل الخيط نفس العمليه اللي كنقي الخيط ديال الحرير، حتى هو كنعملو نفس الشيء كنجبدو. كما قلت لكم كنحسبو أربعة ديال نص غرزه. دابا عملت هنا جوج ثلاثه أربعة
ونبدأ. ودائما انا ملي كنكمل كنبدا نقيس كما كضربت البال، كنبدا نقيس باليدين. يعني معروف بحال دابا خدمت هذه، عندي الحساب ديالها مضبوط، حتى الا ما حسبتش كنقيسها غير بالصباع يدي بنفس الطريقه باش كنشوف واش قد اللي كنجبر هاد السلسلات. قد بعطيتهم صافي كنمشي عاود، بحيث هما خصهم يجيو قد بعطيتهم باش ملي كنركبوا السنتة كيجي القياس واحد متناسق، كتجيش واحدة صغيرة واحدة كبيرة، ما غاديش تجي ديك المنظر السينتا كما كتشوفوا كيف عندي مركبة اللي وريتكم. فهكذاك خاصها تجي. يعني داكشي كتشوفون انا كنقيس بالصبعين ديال يدي باش كنعرف جات هي هذيك. هي سهلة، خاصها غير شوية تركيز. عفوا، يعني نفس العملية اللي عملنا هنايا هي نتاهية كنقومو بها نفس الشي. هانتوما، يعني هاد الدائرة كنا دورناها كاملة سلسلة وزدنا عملنا سلسلات اخرين هنا باش شدينا والاعمدة. دابا كنعملو كنقومو بنفس العملية اللي قمنا بها في هاد في الصف الاولاني، غنعملو هنايا. يعني بعد ما كملنا هنايا غنزيدو هذا، هندورو واحد الدائرة كاملة. هانتوما كيما كتشوفو انا كنقيس غير بالاصبع ديالي باش كنعرف. يعني حتى واخا كنحسب بعض المرات كتكون الغرزة مرخية وبعض المرات كتكون مزيرة، فحتى هذه العملية كنلقاها كتسهل عليا باش ما كنغلطش في الحساب او لا في القياس. هانتوما كنعرف بان هذه زايدة كننقص. يعني هذه غير كواحد واحد الطريقة سهلة بسيطة. من بعد كتجي العملية اخرى، كنسبق لي وريتها لكم نيت في الجزء اللي قبل من هذا، بحال هاد العملية هادي اللي عملنا. يعني مي كنساليو سلسلات كنحسبو، كنت عطيتكم القياس دابا غنعملو غير خمسة. باش نبداو نشدو، كنمشيو كنجيو من هنايا نراس هاد السلسلة هادي، كنعملو هكذا عاو نحسبو، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، عاو غنقبطو هاد السلسلة هادي. سهلة، كنت وريتها لكم ودابا غنعاودها معكم لأن هادي هادي هو طريقة أخرى. ها هي غير هنا قلنا كنعملو العدد كتير سلسلات، أنا غنقتضيو بخمسة. ها هي وغنمشي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، وغادي نعملو نفس العملية. يعني هذاك الشيء اللي عملناه هنا في الأول غادي نعملو هنايا. فأنا كنمشي معكم بشوية
كنعمل اجزاء كثيره باش يكون الشرح ديالي واضح ويوصلكم بشويه بشويه. يعني كل مره كنعمل جزء جزء باش كيف كنقول لكم ديما باش تستافدوا. ها نتوما كما كتشوفوا انا عملت الطريقه هذه، ها هي 5 او غنزيدو دابا حتى غنكملوا هاد الدائره كامله وغادي نشدوها، يعني دي المرحله اللي كاينه دابا. ها هي او نحسبه فسهل، انا كنشرح لكم بشويه باش تستافدوا وتفهموا وتتعلموا دغيا. فدايما كنقول التعليم خصو شويه الوقت باش نقدر نتعلم الشيء مزيان، الا زربنا فما غاديش نستافدوا. حتى غادي نكملوها كامله، غادي ندوروا هاد الدائره كامله. هانتوما كما كتشوفوا صديقاتي كندوق بعد ما دورنا ديك الدائره كامله، ديك 5 ديال السلسلات عملنا الاعمده نفس الشيء اللي عملته هنا، عملته هنا كنحصلوا على هذا الشكل. هذا هو الشكل اللي صعيب في التبصيل، يعني الراس ديال التبصيل هو هذا. هانتوما فهادي هو هذا الراس، هذا يعني هنا باش كتركب السنتة، ها هي. فان شاء الله الفيديو اللي ماجي ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تركبوا السنتة. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلاي لايك والتعاليق ديالكم كيف العاده اللي كتحمسني. شكرا لجميع الاخوات، الى الفيديو القادم باذن الله.